أشكال وتعبيرات قد لا يفهمها إلا أصحابها، لكنها غالبا ما تغتزل يوميات هؤلاء الشباب. يعرضونها على الجدران أو أجزاء من بنايات قديمة هي متنفسهم الوحيد، مساحات بيضاء يرسمون فيها أحلامهم وآمالهم وتمنياتهم. نمثل المجتمع الجزائري والمشاكل اللي فيه، ونخدم على الفنان الجزائري وطموحات تاعه وكاع واش يمثل الشاب الجزائري. تحكي على واش عايش الشاب، واحد المفاهيم اللي نسيو نعبروا واش عايش الشعب. على عكس الشبان الذين رأوا في الرسومات تنفيسا عن الغضب ورفض الواقع، يحاول طارق إطفاء صورة جمالية لأجزاء من أحياء شعبية وسط العاصمة الجزائرية. كان يعني مشوه جدا هذا الجدار، وقمنا احنا بتحسين هذا المنظر عن طريق رسم هذه المناظر، وهذه مبادرة تزيين فقط، وإن شاء الله شغل تكون نالت إعجاب الناس. حقيقة الكتابات ورسوم الحائطية تكمن حسب خبراء في كونها تفصح عن وجهات نظر المجتمع البسيط من خلال آراء يطرحها البعض في مجموعة حروف أو رسوم، غير أنها تضع الإصبع على الجرح مثل ما يرى عدد من المواطنين، وتجعل الجدران تنطق بالأزمة والوجع. هذه المرآة المحطمة يعيشها هذا الشاب، لم يجد أذان صاغية للاهتمام به، وبالتالي أصبح يعبر بفنونه وبرموزه وبشخصيته وبإثبات وجوده. لا يمكن حصر الموضوعات التي يعرضها الشباب الجزائري بالمكشوف على الجدران، إذ كانت الكتابة على الجدران في وقت سابق نوعا من الممارسة السياسية والاجتماعية، حينما كانت فرص إيصال المواقف عبر وسائل الإعلام التقليدية محدودة. أمام تعدد مشاكل الشباب الجزائري وتعقيداتها، ارتأى بعضهم البوح بهمومه ورسائله للمجتمع على الجدران من خلال رسومات يبحثون فيها عن عالم منشود، آملين تحسن أوضاعهم وإطفاء ألوان إيجابية على واقع يصفوه بالرمادي. نريمان قداش، الحرة، الجزائر.